السلام عليكم يا باشمهندسين، ان شاء الله النهارده هنكمل باقي فيديوز الستاك بايب، وهنتكلم في الميكانيزم الثالث معانا والاخير هو الويل بور جيومتري. عايز اقول لكم ان الفيديو ده من اهم الفيديوز اللي هتشوفها في سلسله فيديوهات الستاك بايب، فارجو من حضرتك ان انت تركز معايا كويس قوي. في البدايه كده خليني اديك انترودكشن يعني ايه ويل بور جيومتري ستاكينج ميكانيزم. يعني والله انا حصل لي ستاك او المواسير حصل لها ستاك ناتج عن ان انا عندي مشكله في شكل البير. لو جيت تبص هتلاقيه وهو بيعمل بول اوت اوف هول، والله التول جوينت عماله تعمل يعني احتكاك في جزء من البير بتاعي، تمام، وبالتالي انا كده مش عارف اطلع بالمواسير وبالتالي انا استقيت. الاجنده بتاعتنا النهارده هنتكلم اول حاجه عن ايه ويل بور جيومتري، وتاني حاجه ايه هي الفاكتورز او ايه هي الكوزز بتاعه الويل بور جيومتري، وخلي بالكوا ليها انواع مختلفه مش نوع واحد ولا حاجه، وتالت حاجة ايه هي الورنينج ساين للويل بور جيومتري، ورابع حاجة المفروض نعمل ايه في حالة ان انا حصل لي ستاك نتيجة للويل بور جيومتري، واخر حاجة ايه هي البريفنتيف اكشنز المفروض ان ناخدها بحيث ان انا اتجنب الويل بور جيومتري ستيكنج ميكانيزم. اول حاجة كده يعني ايه ويل بور جيومتري ستيكنج ميكانيزم؟ والله ده ميكانيزم بيحصل نتيجة ان انا شكل البير والبوتوم هول اسمبلي مش متجانسين مع بعض، يعني في مشكله في البير ناتج عن ايه؟ ناتج ان انا شكل البير مش متوافق مع البي اتش اي. يعني ايه بي اتش اي؟ البي اتش اي ده هو عباره عن مجموعه من الدريل كولرز وبعض الاكسسوارز زي مثلا الاستابلايزرز وحاجات تانيه بتكون موجوده في البي اتش اي، وبتكون موجوده فوق الدقاق مباشره زي ما انا شايف في الرسمه اللي قدامنا دي. لو جيت ابص على الرسمه اللي على الشمال دي هلاقي ادي الدقاق اهو، وفوقيه والله بعض الدريل كولرز، واللي متركب دي المفروض دي ستابلايزرز بتكون متركبه في الدريل كولر. ايه لازمه الاستابلايزرز دي؟ المفروض ان هي يعني ممكن نقول ان هي بتزود الاستيفنس بتاعه البي اتش اي، بحيث ان انا اما اجي من الزاويه ما الاقيش مثلا الدريل سترنج بتبدا تريح لتحت، وبالتالي ابدا ابعد عن التارجت اللي انا بعمله. طيب انا ناتج ان انا وانا بحفر والله ابتدى يحصل لك حاجه اسمها كي سيت. يعني ايه كي سيت؟ انا دلوقتي والله عمال احفر بالمواسير وزي الفل والدنيا زي الفل، تمام. بعد كده ناتج ان انا وانا بحفر الجزء ده من المواسير ابتدى يريح كده ويخش ياكل في الفورميشن، ابتدى ياكل في الفورميشن الجزء الرفيع ده، فابتدى يمثل لك الكي سيت او يعمل لك الهول الصغير ده، تمام. يعني ده البير بتاعي وده الهول اللي عملته الدريل سترينج او الدريل بايب، تمام. فانت مع الوقت عايز تعمل تريب ولا حاجه مثلا تغير الدقاق، فبتيجي تطلع بالمواسير في امان الله هتلاقي الجزء اللي هو المفروض الاوتسايد دايمتر بتاعه كبير ابتدى يتحشر في الكي سيت اللي انت خلقته في الاول، وبالتالي هتلاقي المواسير حصل لها ستاك. ناتج عن ايه؟ ناتج عن شكل البير حصل له مشكله اللي هي مشكله الكي سيت. اما بالنسبه للشكل التاني اللي قدامنا ده هتيجي تبص هتلاقي والله البي اتش اي في عدد استابلايزرز كتير، وكل ما الاستابلايزرز بتزيد كل ما الاستيفنس بتاعه البي اتش اي بتزيد. طيب الاستيفنس بتاعه البي اتش اي بتزيد كل ما البروبابيليتي ان يحصل لي ستاك بتزيد برضو. نيجي بعد كده لجزء جزء منهم ونتكلم عنه باستفاضه شويه. اول حاجه الكي سيت ده بيحدث نتيجه ايه او ايه اسباب الكي سيت؟ والله ان انت بيكون عندك تشينج في الانجل، يعني والله البير اهو كان مثلا بيتحفر كده 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 وفجاه ابتدت زاويه البير تتغير. او السبب التاني ان انت بتبدا تلاقي ان انت في تغير في الدايركشن في حاله ان انت بتحفر ميديوم سوفت فورميشن، دي حاجه. تاني حاجه ان انت والله ممكن ناتج ان انت الهاي دريل سترنج تنشن، الدريل سترنج بتاعتك اندر تنشن وروتيشن، يعني هي مشدوده جدا وبتلف، فبتبدا تاكل في الفورميشن زي ما انا لسه قايل، وبتبدا تعمل لك حاجه اسمها سلوت في الفورميشن اللي هو الجزء الصغير ده، فبيبدا يعمل لك شكل لو جينا نبص عليه من فوق هتيجي تلاقي ان ده شكل البير بتاعك عمل لك كي سيت. فانت هتيجي تعمل بول اوت اوف هول هتلاقي الدريل كولر لان الاوتسايد دايمتر بتاعها كبير هيبدا يحصل لها جام، يعني ممكن نقول هتتحشر او يعني هتتكدس او يعني هتتحشر في المكان الصغير ده، وبالتالي يبدا يحصل لك استك. ليه سموها كي سيت؟ لان انت لو جيت تبص على البلان من هنا هتلاقيها شكل الكي سيت بالظبط اللي هو المكان اللي انت بتحط فيه المفتاح بتاع الشقه. من ضمن الورنينج ساينز للكي سيت ان انت بتبدا تلاقي ان الدوج ليج بتاعتك ابتدت تزيد، وبالذات في الابر هول سيكشن، يعني في الدبس اللي انت كنت بتحفره في الاول ده الابر هول، تمام.
دي نقطة. تاني نقطة بتبدأ تلاقي إن أنت بيحصل لك سايكليك أوفر بول عند التول جوينت انترفال لما بتبول أوت أوف هول. إيه الكلام ده يعني إيه؟ والله دلوقتي مثلا لو جينا نرجع للفيديو اللي أنا كنت عامله في الأول، لو جيت تبص هتلاقي إن دي تول جوينت ودي تول جوينت. طيب جميل جدا، سيبك من الميكانيزم ده يعني إيه اللي بيحصل هنا، لكن أنا عايز أوصل لك إيه؟ إن أنا دلوقتي والله كنت ببول أوت أوف هول، يعني بطلع بالدريل سترينج كلها، وبالتالي ابتدى التول جوينت تمام كده مع هي دخلت في السلوت او المكان اللي عمل للكي سيت، وبالتالي هتلاقي الفريكشن ابتدى يزيد. طب الفريكشن ابتدى يزيد يبقى انا محتاج اشد المواسير بقوه اعلى، فالاوفر بول هيزيد. يبقى الاوفر بول بيزيد امتى؟ لما تلاقي ان التول جوينت اللي هي المفروض الاوتسايد دايمتر بتاعها اكبر من جسم الماسوره كل شويه بتبدا تعدي في المكان الضيق، فبتلاقي الاوفر بول كل شويه يقعد يزيد. طب ايه هي البريفنتيف اكشنز المفروض ان انا اخدها بحيث ان انا اتجنب ان يحصل لي ستاك ناتج عن الكي سيت؟ اول حاجه تحاول تمينيمايز الدوج ليج سيفيريتي ل 3 ديجري كل 100 قدم. يعني احنا لو جينا نتكلم على الدوج ليج وهنشرحها على السلايد الجايه باستفاضه شويه عشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه دوج ليج، ما تقلقش خالص هتفهمها باذن الله. فهي الدوج ليج سيفيريتي يستحسن ان انت تقللها ل 3 ديجري لكل 100 قدم، هي دي اليونت بتاعه الدوج ليج سيفيريتي. ما ينفعش اقول مثلا دوج ليج 5 ديجري، لا انت بتقول مثلا هي 2 ديجري او 3 ديجري لكل 100 قدم وهكذا. تاني نقطة معانا ان انت تحاول تلمت الاوفر بول في المناطق اللي انت شاكك ان هي ممكن يحصل فيها كي سيت، زي ما احنا كنا لسه قايلين مثلا اللي هي ميديوم سوفت فورميشن. طيب انا ليه بقول لك ان انت تلمت الاوفر بول؟ ما ينفعش تشد المواسير بسرعة جامدة، يعني انا دلوقتي لو عملت بول اوت اوف هول بطريقة مرعبة كده شديت المواسير جامد، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي والله الجزء التخين ده او جزء الاوتسايد دايمتر بتاعه كبير ده ابتدى يتحشر في السلوت، حصل لك ستاك، لا عارف تفك المواسير ولا عارف تعمل حاجه. فانت لما تلمت الاوفر بول تطلع بالمواسير بالراحه اثناء البول اوت اوف هول الى حد ما انت بتحاول تتجنب الكي سيت، او بتحس ان انت عندك انديكيشنز للكي سيت اوليه فتبدا تلحق نفسك. وتالت حاجه ان انت تحاول تعمل ريمنج او يكون في المواسير ريمرز تمام كده او كي سيت وايبر، بحيث ان انت تتخلص او تتجنب من السلوت ده، يعني يعتبر تتغلب عليه فتيجي تطلع بالمواسير ما تلاقيش مشكلة خالص. واخر حاجة ان انت تحاول تافويد ان انت تستخدم استابلايزرز يكون مضلع، يعني سكوير شولدر يعني مضلع، وبالتالي كل ما يكون راوند كل ما يكون سموز فمش هيعمل لك مشكلة. اما انت مستخدم الاستابلايزرز مضلع وبالتالي ده هيكون وارد جدا ان هو يتحشر في السلوت ده، او البروبابيليتي ان هو يتحشر في السلوت ده هتكون عاليه. لو جيت اتكلم معاك عن المنظر اللي انت شايفه ده، لو جيت تبص هتلاقي ان الكي سيت زي ما احنا لسه شايفين ده شكل الكي سيت بالظبط، ان انا كنت بحفر في الفورميشن فجاه بتلاقي ان المواسير ابتدت تريح في جنب كده، وبالتالي ابتدت الجسم الدريل سترنج ابتدى ياكل في الفورميشن فيبدا يخلق لك السلوت ده، تيجي تطلع بالمواسير مش عارف تطلع بالمواسير، هي دي المشكله. يبقى ده انيميشن يوضح لك الكي سيت ايه اللي بيتم. انا كنت بحفر هنا ناتج ان انا وانا بحفر والمواسير اندر تنشن ابتدت المواسير تريح ناحيه اليمين، والجزء ده مع التورك ان المواسير بتلف ابتدت تاكل في الفورميشن، فتيجي تطلع تعمل بول اوت اوف هول تلاقي المواسير مش قادر تطلع بيها، وبالتالي كده حصل لك ستاك نتيجه للكي سيت. نيجي بعد كده يعني ايه مصطلح الدوج ليج، لان بتوع الحفر عليهم حاجات غريبه جدا. خليني اقول لك يعني ايه دوج ليج. لو جينا نبص على السكيلتون بتاع الدوج او الكلب اللي قدامنا ده، هتيجي تبص على رجله اللي ورا هتلاقي فيه كسحه كده في رجله، اللي هي رجله مش عدله يعني في زي زاويه، فهي الزاويه دي اللي احنا بنسميها الدوج ليج انجل او الدوج ليج سيفيرتي يعني. فانت لو جيت تبص على شكل البير اهو، شكل البير اهو ده كان والله ديفييتد ويل او دايركشنال دريلنج يعني، فهتبدا تلاقي ان في زاويه، هي الزاويه دي يا باشا اللي بيتقال عليها الدوج ليج. طب انا عايز احدد الدوج ليج، ده سؤال مهم جدا. انا دلوقتي والله في بير بحفره دايركشنال دريلنج، بحفر بير ديفييتد، فانا عايزك مثلا تحدد لي الدوج ليج، بتحددها ازاي ولا بتحسبها ازاي؟ خليني اخدك بقى للرسمه الجميله دي واوضح لك الدنيا. انت دلوقتي عندك والله ادي الويل هيد، ده راس البير يعني احنا هنا على السطح، وابتديت تحفر تمام الديفييتد ويل بتاعك تمام، يعني مش فيرتيكال تمام، مش فيرتيكال البير، البير ديفييتد. وبالتالي انا دلوقتي عايز احسب الدوج ليج عند 2 بوينت والله من النقطه دي للنقطه دي. جميل جدا، النقطه الاولى دي انا هسميها بي 1 والنقطه الثانيه دي انا هسميها بي 2. حلو قوي. لو جينا نكبر السكشن ده ونبص عليه من هنا هتلاقي ادي بي 1 وادي بي 2،
جميل جدا. هاجي عند النقطة واحد واسحب تانجنت، وهاجي عند النقطة اتنين واسحب تانجنت. تانجنت لإيه؟ تانجنت للكيرف ده. فأنا لما أجي أسحب تانجنت بين هنا وهنا هاخد الإكستيريور أنجل مش الإنتيريور، ركز، هاخد الإكستيريور أنجل، هي دي اللي اسمها الدوج ليج أنجل. نيجي للسبب التاني اللي معانا وهو الستيف اسمبلي. يعني ايه ستيف اسمبلي؟ والله يعني انا دلوقتي لو جيت ابص على الرسمه اللي قدامنا دي في بعض الاستابلايزرز موجوده، تمام جدا. الاستابلايزرز دي كل ما تزيد عددها كل ما الستيفنس بتاعت البي اتش اي تزيد، زي الرسمه اللي قدامنا دي. تلاقوا الاستابلايزرز اهو زنق في حته اهو في الهول واتحشر، الاستابلايزرز التاني برضو اتزنق واتحشر. طيب الورنينج ساين للكلام ده هي ايه؟ اول حاجه بتلاقي برضو ان في دوج ليج، اكيد ان انت البير بتاعك منحرف شويه مش فيرتيكال. تاني حاجه ان انت بتبدا تلاقي ان الاستابلايزرز اللي انت بتعمل لها بولينج هي اوت اوف جيج. يعني ايه اوت اوف جيج؟ يعني والله الاوت سايد دايمتر بتاع الاستابلايزرز مع الوقت ابتدى يحصل له عمليه ويرنج بري، فالاوت سايد دايمتر بتاعه صغر، فالناتج ان الاوت سايد دايمتر بتاعه صغر بقى اصغر من الاوت سايد دايمتر بتاع الدقاق، تمام. فانت هتلاقي ان انت بقى عندك خلخله شويه في الدريل سترينج. الاستابلايزرز ممكن نقول ان هو مش انجيج، يعني مش محكوم في الهول، وبالتالي بتبدا تلاقي ان فرصه ان يحصل لك ستوك كبيرة جدا زي الصورة اللي على الشمال بالظبط. وتالت حاجة ان انت بتلاقي ان البي اتش اي الجديد اللي انت ركبته، هنفترض ان انت طلعت بالمواسير وركبت بي اتش تاني، تمام، هتبدأ تلاقيه ان هو حصل له بيكت اب، يعني والله اتعلق كده او اتحشر في الهول. واخر حاجة ان انت بتبدأ تلاقي ان فجأة حصل لك سيت داون ويت. يعني ايه بقى سيت داون ويت؟ السيت داون ويت ده او بيتقال عليه سلاك اوف ويت او ريليزد ويت، ده معناه ايه؟ ده والله وزن المواسير، تمام كده، لما البي اتش اي يكون موجود عند الستاك بوينت، تمام، او المواسير تكون مريحه على البوتوم وفري مش محصل لها ستاك ولا حاجه. طيب انا كنت مثلا ببول اوت اوف هول وفجاه لقيت المواسير ايه اتحشرت في جزء كده، او البي اتش اي اتحشر في جزء عند الستاك بوينت، يعني المواسير استاكت، فتبدا تلاقي ان السلاك اوف ويت هيبدا يحصل له ايه، هيبدا يزيد. فالزياده فجاه في السيت داون ويت او السلاك اوف ويت ده معناه ان انت حصل لك ستاك، فدي تبقى من warning signs ان انت حصل لك ستاك. نيجي بعد كده بقى لل preventive actions لل stiff assembly، ان انت حاول على قد ما تقدر ت minimize ال PHA changes. يعني والله ال size بتاع ال PHA ما يكونش كبير قوي، مش كل شوية تقعد تغير لي في ال size بتاع ال PHA. وتاني حاجة ان انت تحاول ت limit ال dog leg severity، تمام، يعني الدوج ليج بتاعتك ما تكونش كبيره قوي. وتالت حاجه ان انت تحاول لما تيجي تعمل تريب تعمل تريب بطيئه، يعني بالراحه بسبيد قليله، تمام، قبل ما البي اتش اي يخش في المنطقه اللي انت شاكك فيها ان هي ممكن يحصل لك فيها ستاك. واخر حاجه ان انت تحاول تليمت السيت داون ويت، يعني السيت داون ويت بتاعك يحاول بقدر الامكان ان هو ما يزيدش. نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي المايكرو دوج ليج والليدجز. ايه الكلام ده؟ معناهم ايه؟ أول حاجة المايكرو دوج ليج دي بتحدث لما أنت بتكون بتحفر في فورميشن هارد سوفت، هارد سوفت انتربيديت فورميشن. يعني ايه؟ يعني أنا دلوقتي المنطقة دي هارد، تحت منطقة سوفت، بعد كده منطقة هارد، بعد كده منطقة سوفت، وهكذا. فهي المنطقة دي اللي بيبدأ يحصل فيها المايكرو دوج ليجز، يعني بتبدأ تلاقي إن البير أهو ابتدى ينحرف شوية، كان كده مثلا، بعد كده فجأة تلاقيه ريح تاني لتحت، بعد كده طلع تاني لفوق، وهكذا. فانت بقى الاختلافات في الزوايا الصغيرة جدا دي اللي هي المايكرو دوج ليج بتبدأ تسبب لك ستاك وارد جدا، لان البير شكله غريب، مش شكله يعني مش هتلاقي المواسير بتمشي فيه بأريحية. وتاني حاجة اللي هي الليدجز، الليدجز دي بتحدث أثناء عملية الحفر، تمام كده، برضو لما بتكون في فورميشن سوفت هارد فورميشن، وبرضو لو فراكشر ديفورميشن. اصلا خليني اجي اتكلم معاك هو يعني ايه ليدجز، او الليدجز دي بتحدث نتيجه ايه. ان انت بتكون مثلا الفورميشن دي سوفت، سوفت فورميشن، فانت جيت تنزل بالاستابلايزرز، تمام كده، فابتدى ياكل في الفورميشن، وهي بما انها سوفت ده كل فيها بزياده فابتدى يوسعها لك. جينا تحت لقينا هارد فورميشن، فالاستابلايزر لا مش زي الفل، عمل لك الهول اللي انت طالبه بالظبط، او يعني ظبطه لك الهول اللي انت طالبه بالظبط. بعد كده ابتدى برضو يخش في سوفت، فتلاقي ان الهول وسع منه تاني. فانت بتبدا تلاقي ان انت لما تيجي تعمل بول اوت اوف هول بتلاقي ان الدريل سترنج بتبدا يحصل لها ستاك اندر الليدجز. يعني انا دلوقتي الليدجز اهي، تحت الليدجز يبدا يحصل لك ستاك.
السؤال بقى يعني ايه ليدجز اصلا؟ ليدجز يعني حواف، يعني انا دلوقتي كان عندي هول واسع بعد كده هول ضيق، فالفرق بين الهول الواسع والهول الضيق هتلاقي فيه يعني ممكن فيرتكس كده او زاوية او يعني حاجة طالعة كده من البير، فهي الحواف دي. فانت بتيجي تطلع بالمواسير فهي بتقابل الحواف دي فتروح ايه عاملة ستوك. في بعض الفاكتورز التانية زي الأندر جيج هول والموبايل فورميشن أو السولت، كل الكلام ده برضو بيبدأ يبوظ الهول أو شكل البير أو الويل بور جيومتري ويبدأ يسبب لك ستاك. هتكلم عنه الفيديو الجاي إن شاء الله عشان الفيديو ما يطولش. نيجي نتكلم بقى على الفرينج ميثود. والله انا لو كنت بموفنج اب بالمواسير وحصل لي ستوك، كل اللي هعمله ان انا هابلاي تورك واعمل جارنج داون. طيب لو انا كنت بموفنج داون بالمواسير وحصل لي ستوك، انا هعمل جار اب من غير تورك. السكندري اكشنز، لو انت كنت بتحفر في مكان لايم ستون مثلا او اللي هو الجير او الطباشير زي ما بيقول، بتبدا تسبوت اسيد، يعني ممكن نقول ان هي كيميكال بيل، فبتبدا تستخدمها بحيث ان هي يعني تتفاعل مع اللايم ستون او مع الكلام ده وتبدا توسعه شويه فتبدا تتخلص من الاستاك. طيب لو انت كنت بتحفر في ملح وحصل لك استاك، تبدا تعمل ايه؟ انت عايز الملح ده يبعد عنك، فابدا استخدم ايه؟ فابدا استخدم فريش ووتر بيل. ليه فريش ووتر؟ لان الفريش ووتر هتتفاعل مع الملح وتبدا يعني توسع لك الهول شويه. طيب انا دلوقتي الحمد لله خلاص فكيت المواسير، المفروض انا ابدا اعمل ايه بعد ما افك المواسير مباشره؟ ابدا ازود الفلوريت تمام كده بتاع البمبات وابدا اسركل بحيث ان انا انضف البير. ولازم الفلوريت اللي انت بتعمل بيه سيركوليشن يبقى اسرع من او اكبر من الكاتنج سليب فيلوسيتي. ايه الكاتنج سليب فيلوسيتي دي؟ يعني ممكن نقول دي سرعه الكاتنج تمام كده اللي هي بيحصل لها سليبج، يعني ممكن نقول ان هي بتترسب. والنقطه اللي بعد كده ان انت تحاول تريسيبروكيت وتورك البايب اثناء عمليه الكليننج، يعني تقعد تحرك المواسير تمام اثناء عمليه الكليننج ما تثبتهاش. والنقطه اللي بعد كده ابدا اعمل باك ريمينج بحيث ان انا اتخلص من اي زيادات موجودة في البير واطمن ان الهول بتاعي نضيف تماما ما فيهوش اي كاتنج ولا فيه اي مشكلة. دي الريفرنسز اللي انا استخدمتها، وطبعا في برضو ويب سايت تاني اللي هو drilling formulas تمام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.